بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده، حاجه اسمها ريكيرجن. يعني ايه الريكيرجن او ايه لازمتها؟ ده نوع من انواع الفانكشنز اللي عندنا. طب ايه الفانكشنز اللي احنا عملناها؟ الفانكشنز العاديه، بس الفرق في الريكيرجن ان الفانكشن بتنده على نفسها جواها. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نبينه بمثال افضل. احنا عايزين نعمل فانكشن دلوقتي بتجيب الفاكتوريال بتاع رقم. الفاكتوريال عباره عن ايه؟ اللي هو المضروب الحسابي. الفاكتوريال بتاع مثلا 5 بيساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1، تمام؟ طيب لو عايزين نجيب الكلام دوت بفانكشن عادية، محتاج ان انا اعمل ايه؟ انا هعرف اهو فانكشن اسمها int fact، علشان ترجع لي القيمة. fact دي هتاخد مني ايه؟ هتاخد مني int x، تمام؟ انا محتاج اعمل ايه؟ اقول له فور لوب. ليه؟ علشان انا همشي على الارقام من اول الاكس اللي هي 5 عندنا هنا مثلا لحد الواحد، فانا عايز اخلي الارقام تضرب في بعضها لغايه الواحد. فهقول له فور انت اي بتساوي اكس، واي اكبر من او يساوي واحد، واي بلس بلس، تمام؟ هو هنا عامل لي مشكلة، بيقول لي ان unexpected semicolon. احنا عاملين هنا كوما وهي المفروض semicolon، هي دي كانت المشكلة بتاعته. طيب احنا دلوقتي عايزين نضرب مين في مين؟ الاكس في الاكس ناقص واحد، صح؟ او الاي بتاعتي دلوقتي بقى، لان هي الاي هي اللي هتلف. طب هضربها احطها فين؟ يبقى احنا كنا محتاجين نعرف حاجة مثلا اسمها اف، وإف دي هي اللي هيتحط فيها القيمة. هقول له الإف بتساوي أي، أي مضروبة في مين؟ الأي هضربها في مين؟ في الأي ناقص واحد، صح؟ طب وعايز أحتفظ بالقيمة، فاكرين السام بلس بيساوي؟ هي نفس الفكرة هنا، هخلي الإف بتاعتي هي اللي هتساوي المضروب، هضرب في الإف. طب الإف عندي ملهاش قيمة، أنا محتاجة أحط لها قيمة. السم كنا بنحط لها زيرو عشان كنا بنجمع، احنا هنا هنضرب، لو حطينا زيرو الارقام كلها هتضيع مني. فهقول له ان الاف بتاعتي بتساوي واحد، اي حاجة في الدنيا هتضرب في واحد هتفضل زي ما هي، تمام؟ فهقول له الاف في بيساوي الاي، انا كل مرة هضرب الاف في الاي، يبقى الاف اول مرة كانت بواحد هتبقى بواحد، صح؟ تاني مرة هتبقى بواحد في اي، الاي اللي هي بكام؟ بخمسة. بعد كده 5 في 4 اللي هي 20، بعد كده 20 في 3 اللي هي 60، بعد كده 60 في 2 اللي هي 120، بعد كده 120 في 1 اللي هي هتفضل 120، تمام؟ في ناس ساعات بتعمل اكبر من او اكبر من واحد بس كده. طيب نفترض ان اليوزر دخل واحد، كان ساعتها ايه الحل؟ الاف هتبقى بواحد عادي، تمام؟ الاف اوريدي هي هتبقى بواحد، هتفضل زي ما هي بواحد، تمام؟ طيب هي الواحد ديت اصلا اتريشن زياده عندي في اللوب، بس يعني يفضل ان انا اكتبها احتياطي علشان لو خاطر لو نسيت ان انا اسوي هنا بواحد. طيب هنده عليها تحت ازاي؟ هقول له فاكت وافتح قوس كده اوف 5 سيمي كولون، تمام؟ اعمل رن. طبعا احنا ما عملناش ريتيرن ولا عملنا سي اوت تحت، فيعمل لي مشكله. انا هنا هاجي اقول له ايه؟ ريتيرن يا سيدي الفاكت او الاف، وهنا تحت هقول له سي اوت للفاكت بتاع 5، وادي اند لاين. وهعمل ايه؟ دلوقتي هيشتغل معايا عادي. هو هنا بس عامل لي مشكلة، الايرور اللي عندنا ان احنا قايلين له اي بلس بلس هي اي ماينس ماينس. اللوب بقى انفاينايت لان هو ما يعني مش قادر يوقف، هو الاي بتزيد، هو بيضرب والاي بتزيد، الاي بتزيد ما بتقلش، تمام؟ فهنقول له هنا بس سيستم اوف بوز علشان خاطر يورينا الاوتبوت.
هنعمل تشغيل دلوقتي، طلع لي 120 اهي. لو قلت له هنا فاكتوريال مثلا 10 هيغير القيمة وهكذا. تمام. طيب لو جينا لاحظنا اللوب هنا او الشكل ده، مش فاكتوريال 5 بيساوي 5 في فاكتوريال 4، وفاكتوريال 4 بيساوي 4 في فاكتوريال 3، وفاكتوريال 3 بيساوي 3 في فاكتوريال 2. تمام. يعني انا اقدر اقول ان الاوتبوت بتاعي هنا بدل ما امشيه بلوب اقول له يا سيدي خلي لي الاف ديت بتساوي الاف في فاكتوريال الاف ناقص 1، او الاكس في فاكتوريال الاكس ناقص 1. طب نجرب نشوف الكلام دوت، همسح كل ده. تمام. وهقول له يا سيدي عرف لي انت اف بتساوي اكس في فاكتوريال بتاع اكس ناقص 1. كل مرة جيب لي الفاكتوريال بتاع اكس ناقص 1، يعني فانكشن هتيجي هنا هتدخل الاكس هتضربها في الاف، هتبقى الاكس في فاكتوريال اكس ناقص 1، فيروح يعمل كل تاني. بقى معايا الخمسة هنا، بعد كده بقى في فاكتوريال 4 هيجي يضرب، هيبقى في كام؟ في 4، هيضرب تاني في 3 في 2 في 1 وهكذا. بس طبعا لازم كنت اديله كونديشن واقول له الكلام ده يحصل لغاية امتى. هقول له وايل، او ملهاش لازمة الوايل عشان احنا اوريدي وايل الايه الاكس جريتر ذان 0. طول ما الاكس اكبر من 0، طول ما الاكس بتاعتي اكبر من 0 اعمل كده. طب ليه انا قلت له جريتر ذان 0، ليه ما قلتلوش يفضل شغال على طول؟ ليه قلت له الكونديشن دوت؟ ايه سبب ان انا قلت له الكونديشن ده؟ سبب ان انا قلت له الكونديشن دوت علشان خاطر انا لما اجي اشتغل هيقف لما الاكس توصل لواحد، مش عايزه ينزل عن الواحد. هو لو فضل شغال هينده على الاكس ناقص واحد، هيبقى بالناقص واحد وناقص اتنين وناقص تلاتة وناقص اربعة وهكذا، يفضل مستمر مش هيقف. تمام. فانا بس قلت له الكونديشن دوت عشان خاطر اوقفه. تمام. طيب انا لو ما قلتلوش الكونديشن دوت ايه المشكله اللي هتحصل؟ زي ما قلنا ان هو هيخش لنا في النيجاتيف، وهيبقى حاجه انفاينايت ما بتقفش. تمام. يبقى احنا الريكيرجن وظيفتها ان انا اخلي الفانكشن تنده على نفسها، بوفر على نفسي اللوب اللي انا عملته. ثانيا بتبقى منظمه اكتر، ليها استخدامات اوسع بكتير هنشوفها ان شاء الله في الدروس الجايه، هيبقى في امثله وحلول هنشوف فيها الكلام ده باذن الله. أتمنى أكون أفدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.